السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد يا جماعة الخير، بس المرة دي بقى مش من نيويورك، المرة دي من فيلادلفيا، من الداون تاون في فيلادلفيا ان شاء الله. خلينا كده نشرب مع بعض. طبعا الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 10:15 صباحا، الناس رايحة شغلها وهذا هو الطريق. طبعا هنا اللي هناك ده جيم ستوب، ده بتاع محل البيع أجهزة البلاي ستيشن والإكس بوكس والحاجات دي. مارشر اللي هناك ده بيبيع ملابس، بيبيع ادوات تجميل وحاجات من كده. السي في اس دي صيدليات، مجموعه صيدليات، وده طبعا مدخل ايه المترو. اعذروني على الاهتزاز طبعا بتاع الصوره، لان مش بايديا، مفيش مثبت للقصه دي. طبعا اي تي ان تي دي شركة موبايل، وتشيس دي بتاعت انا مش عارف ايه بتاعت ايه صراحة، بشوفها كتير. واللي في قفايا ده الباص اهوت، ده الباص. طبعا هو هنا الدنيا مستحيل تكون زي نيويورك. ده فرايزون، شركة فرايزون، ودي بي ان سي. فرايزون دي شركة موبايل، بي ان سي ده بنك. دي علامة بنسلفانيا. التاكسي الابيض بتاع بنسلفانيا، ومعرفش ده برضه تاكسي تاني. وده ثابتة. طبعا لو انتوا باصين بعيد كده في سيتي هول. السيتي هول ده
اللي هو القاعة اللي كانوا بيجتمعوا فيها الجماعة المحافظين واللي كانوا ماسكين البلد. دي كانت أول عاصمة لأمريكا. هنوريها لكم دلوقتي حاجة أثرية لذيذة كده. ستاربكس طبعا، عارفين ستاربكس بتاعت القهوة، في طابور جوه اهو، في طابور. اتوبيس سابتا، سابتا دي اللي هي شركة الاتوبيسات هنا يعني، اللي ماسكة الاتوبيسات. طبعا اللي قدامكم هناك ده ميسز، ميسز ده من اشهر بتاع الماركات بتاعت الملابس والبرفانات والحاجات دي، محل كبير جدا جدا هنا، هي سلسلة عموما. اهو احنا داخلين على السيتي هول هناك اهي، هنوريها لكم عن قرب ان شاء الله. هذه هي السيتي هول. ها هي السيتي هول، كل المبنى ده حاجة كده عتيقة بس جميلة جدا صراحة. الناس طبعا رايحين شغلهم الصبح. كده التماثيل بتاعتنا
كده اقدر اقول لكم ان احنا كده وصلنا لنهايه البلوج النهارده. بس كده جوله خفيفه، مش خفيفه قوي يعني، في جزء من الداون تاون فيلادلفيا. يلا اشوفكم بلوج جديد ان شاء الله. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالجوله الميدانيه دي من على ارض الواقع. يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم.